فلوس امي اخذها اخذها. يا عم عمي اطلع برا ما تشوف شاب. نزل يدك. اطلع برا. اطلع برا انا عمك شلون اخذ الفلوس؟ اي فلوس؟ فلوس امي وانت عارف اي فلوس. لا حبيبي ما عندي لك فلوس. يلا 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 ما عندي يلا. الفلوس اخذها بالمحكمه وعرف شلون راح. شو بتسوي يعني ما تشوف شر عمي. يلا 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 نزل ايدك. اطلع منك عمي نزل ايدك. شو راح تسوي يعني؟ شو راح تسوي؟ راح تشوف شو راح تسوي. ما تشوف شر حبيبي. يلا 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 ما بقى لها الاشكال هذه بعد. حرك هلا تحرك. أنا مو فاهم شيء، أنت إيش تبين مني بالضبط؟ أبي أنا وياك نتحد مع بعض، باين إن عدونا واحد. من هو عدونا؟ يعقوب. زين أنا شو المطلوب مني؟ أنا بس بغيت أسألك سؤال من ساعة أنت ويا يعقوب ليش تهاوشتوا وطردك من المحل؟ ليش؟ الخسيس قاعد يضحك على أمي وماخذ منها لحد الحين 14,000 دينار. معقولة؟ عادي هاليعقوب الظاهر متعود انه ياخذ فلوس الحريم. ليش انت ماخذ منك فلوس بعد؟ ماخذ مني فلوس وايد بس للحين ما تحاسبنا انا وياه. وشلون تبينا نحاسبه؟ ننتقم منه ونرد اعتبار كل وحده اخذ منها فلوس. ايش رايك؟ الو استاذ غصون، حبيت ابشرك سالفه الكاميرات خلصنا منها. شلون يعني؟ دزيت واحد اللي كسر الكاميرات اللي يخلي السالفه تبين كانها بوقه مو اكثر. تمام بس لا تتاخر ولا بيركبون كاميرات جديده. لا تحاتين، كل اللي اتفقنا عليه ماشي عليه بالضبط. ممتاز والله نهايتك قربت يا يعقوب. شليابك هني يعقوب أنا جاي أقول لك إن أمي خلاص ماتت وإن خلاص ببيع البيت. البيت يصير لي بروحي والبيت ترى يسوى. أمك الله يرحمها وصون فهمي، أنا الحين متزوج وأحب زوجي وزوجي تحبني، تفهمين ولا لا؟ وأخر عن دربي. تعال شنو أخر عن دربك؟ تعال بالك أنا سهلة أترك تهدني كذي وتروح مو بكيفك. يعني شنو تبين؟ ايش تبين مني يعني؟ أضحك. شو تبين تقولين؟ أضحك. ايش تبين تقولين؟ أقول إنك أنت أخذت فلوسي كلها سلفتك إياهم وللحين ما رديت إياهم. يلا هناك. ناقص ميالين أنا. واخري هناك عاد يلا. روح هناك عاد يلا. أضحك وما أقلك. يلا 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 يلا. أضحك وما أقلك. يلا من هناك. والله. يلا من هناك يلا يلا. أنا لك لك أنت. شو الأشكال هذه؟ أنا أعويك والله ما أقلك يا عيوب. ما أنت وظيفة. تفهمين ولا لا؟ واحدة مينونة هذه.